مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب. وحشتونا جدا من الاسبوع اللي فات. الحقيقه الاسبوع اللي فات على قد ما كان الاحداث محزنه جدا، على قد ما احنا كان عندنا روح التحدي وواجب رفع الروح المعنويه للشعب المصري. ناس كتير قوي قالت هو يوم الاثنين ده زودوا يوم، ويوم الاثنين ده هيبقى اعاده، هو ليه بقى يعيدوا كتير؟ هو ليه مش احنا طبعا لازم نكبر الحاجات. اولا احنا ما بنعيدش حلقات، وبالعكس احنا عندنا حاجات كتير قوي 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 عايزين نقدمها لكم، ولكن احنا بيبقى في حاجات مناسبه تتقدم في وقت معين وحاجات لا. يعني مثلا انا لو محضره موضوع عن الجواز والطلاق، او محضره موضوع عن المخدرات، او ما ينفعش يبقى شهدائنا راحوا وجيشنا بيحارب في سيناء والامن مهدد والناس كلها بتتكلم في حاجه، واروح انا طالعه مثلا متكلمه في مين اتطلق ومين اتجوز، او اتكلم في الادمان، او اتكلم في حاجه. فهي ما بتبقاش اعاده، هي بتبقى تاكيد. يعني الاسبوع اللي فات يوم الاحد عملنا حلقه زياده، استضفنا كل اهالي الشهداء وكنا عايزين نكرمهم. يوم الاثنين طلعنا بحلقه تحيا مصر، ولكن عشان كنا متصور في نفس اليوم ذعنا جزء صغير من الحلقة. يوم الثلاث ما كانش إعادة، يوم الثلاث كان الحاجات اللي ملحقناهاش نزاع يوم الاثنين، وكان إصرار على إن احنا بنقول تحيا مصر. يوم الأربع لما ذعنا حلقة قناة السويس ما كناش بنعيد حلقة قناة السويس. أنا كنت عايزة يوم الحد نتكلم عن الشهداء، اثنين وثلاث نقول تحيا مصر، يوم الأربع نتوج كلمة تحيا مصر دي بالفعل، وهو ان احنا نذيع حلقة قناة السويس عشان نقول احنا بنعمل ايه، واحنا عظام ازاي، واحنا كبار ازاي. فهي مبسوطة جدا ان انتوا بتعلقوا على ان احنا بنعمل اعداد وعايزين تشوفونا هوا، مصممين تشوفونا هوا وعايزين تشوفوا الجديد منا. ده طبعا انا بعتبره حب، حتى لو بيتحط في صورة نقد انا بعتبره حب واهتمام، لان في برامج بتطلع بتعيد ما بتعيدش حدش بياخد باله. فأنا مبسوطة، ولكن لازم أقول لكم إن لأ، إحنا ما بنعيدش ومش هنعيد. إحنا اتنين وتلات وأربع إن شاء الله حلقات قوية جدا، إن شاء الله تبقى عند حسن ظنكم. عايزة التواصل بيننا وبينكم يبقى طول الوقت، التليفونات على الشاشة، عايزة أسمع صوتكم، عايزة أعرف آرائكم، عايزة أعرف حاسين بإيه الأيام دي، عايزة أعرف خطتكم لمستقبل إيه، شايفين إيه، حاسين بإيه، إذا كنتوا فضفضوا، وإذا كنت في وقت في الحلقات بتاعت تحيا مصر كنت برفض أي مكالمات سلبية، ده عشان ما كنتش عايزة. كان في أم شهيد بتشوفنا، وكان في ناس كتير قوي متضايقة بتشوفنا، وناس روحهم المعنوية في الأرض. ما كنتش عايزة تليفون يجي يبوظ كل ده ويقول لك إحنا والهم والمش عارفة يقلب المواجع علينا، لأن الغرض من الحلقات بتاعت الاسبوع اللي فات هي رفع الروح المعنويه ليا وليكو. انا كنت محبطه جدا، الناس كانت محبطه جدا، مصر كلها حزنت على الشهداء الجيش المصري. فكان لازم نقول تحيا مصر، كان لازم نقولها بصوت عالي جدا، وكان لازم نقولها يوم واثنين وثلاثه، مش فقر موضوعات. احنا بقالنا 11 سنه او 12 سنه مع بعض، عارفين ان احنا مش الموضوعات ما بتبقاش فقيرة عندنا، وبنتكلم في كل ما هو جديد.